دارك. طيب غيرين فيونا من الاحسن محسوبين في لاكارت ناسيونال ما عندنا والو في هذا البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه السيرات. راه الدنيا دواره راه شحال من واحد كان الفوق وبتل تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعصير محمد الكاتب المحلي لعمال وعاملات النقل الحضري بمدينة القنيطرة. تنشكروا الفجر لأن ديما كانت تباعة لهذا الملف. هذا عندنا الشجاعة باش نقولوا بأن كان عندنا الشماء مع نائب رئيس المجلس البلدي في شخص بالمعصية. كان واضح في هذه المسألة هذه أن جميع المساطر الإدارية اللي تخول الشركة تبدأ أنه وقعوا عليها. قالت الحصة ديالهم ديال الاستثمار حتى هي ساهموا فيها الجهة ساهموا بقات الداخلية بالأكثر من ذلك. قال لها بأن المينيبيس ماشي هو اللي مرخصة. قالت أي حل أي حل لغير ديال العمال. قالت حنا معكم. إذا هنا تنطرحوا هذا السؤال شكون اللي تيتماطل وشكون هو ضد العمال. هذا هو السؤال حاليا المطروح. وشكرا للفجر. بان كاينه واحد المساله ديال البراني خدام في المدينه وحنا الطوابسيه ولاد البلاد ما خدامينش. اشنو هو المصير ديال هذا الشيء؟ هذا واش هذا انتقام؟ هذا كنت هذا السيد هذا الرباح هذا كينتقم من العمال من السكينه. كيقول لهم حنا بغينا نخدموا وليدات حرنا السيد هذا حنا باغيين نخدموا حنا ما باغيين والو. خويا بغينا نخلصوا الكراب على وليداتنا بشي شكاري وعاشنا لك وكلشي علاش درنا هكا؟ علاش؟ تنتقم منا. هما دابا حبست ولدي من الروض والله العظيم بالله الا ما حبسته ما لقيت حتى باش تخلص عليه حتى الروض. وبنتي مريضه مسكينه كتوجع عليا بالمصار وما لقيتش الشباب يشري لي الدواء. راه عيب وعار هادشي هذا. راه شوفوا من حالنا صاحبي واش حنا مالنا يهود؟ حنا منين جايين؟ حنا راه مغاربه حنا راه العيش المالي مالين الدار مجرين عليهم من الكرا. فين غيمشي هاد الدري هذا؟ فين غيمشي هو ولاده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد السيره. اسمي معدي رضوان. انا ديجا تكلمت. انا نهار لي حبست الشركات وفات لي المراه ضربها لي اكتئاب. كنت خدام في هاد الكرامه لا كرامه خدام بالليل. الغارف الامر مات المراه ما لقيتش. راه 3 مليون اللي خسرت هكاك ما عندي لا لارسينيسيس لا والو. ما كتخلص لا ضو لا كرا لا ما. مول الدار جرى عليا هالورقه يلاه دابا مقيله زيها ومصابها باش تكون على العلم. هالورق ديال الضو راه ب 2020 ما خلصت لا ما لا ضو. انا راه تكرفصت عندي خلات لي المراه 3 الوليدات. راني معذب راه لا ماكله لا شرب. البنت حبسوها لي من المدرسه لحد الان باقي كنسينو هاد الناس هادو يديروا لنا الحل. شنو هو الحل؟ مشكلة كبيرة في البلايك. هاد الميني بيس اللي كيجي ولا كلشي تيدير الفوضى، كلشي كيدير الفوضى. مابقاش شي تنظيم في المدينة، مابقاش. الميني بيس خسرات الصورة ديال المدينة. المشكل غريب في الأمر، حنا ترونسبورات عارفينهم ديال من 54 ترونسبور كيتشدى، شيفور كيدير مخالفة، كيجي كيرخي البوليسي. علاش؟ هذيك ديال هذيك ديال قربة بزاف، كلشي خاشي ترونسبورات. وحنا فينا العيش دابا راه عام ونص راه بزاف هادشي هذا غايرين فيونا من الاحسن محسوبين في لاكارت ناسيونال ما عندنا والو في هاد البلاد. دابا حاليا فمي باب فيه كيخرج بواحد التصريح قال لك هاد لي ميني بيسي كاينين ما عندهمش الحق يدورو. دابا ما بغينا غير نعرفوا حنا الخلل فين؟ فين كاين هاد الخلل؟ يا هاد الناس الميني بيس الدور عاد اليوم بانتو بنا مع ماشي قانونية الدور. يعني هذا راه ظلم وحقرة وكفى ما فيه الكفاية. أنا داير عملية على القلب هي هادي. أنت كتشوف هي هادي وما لقيتش الدواء والتحليلة باش نديرها. والناس اللي كيعرفوا أنا كنستعمل السانتروم. السانتروم خصك ديما استشارة مع الطبيب اللي متبع معاه وخصك دير داك التحليلة باش هي اللي كتعطيك لا دوز ديال الدواء. أنا غادي كناكل الدواء في تيسير الله. علاش حنا جينا هنا كنطالبوا غير بحقنا؟ ما كنسعاوهم ما كنطلبوا حتى واحد. حنا باغيين نخدموا بدراعنا ونجيبوا فلوس ديالنا حلال كما كنا شحال هذه. البنكة كتسال كلشي كيسال. راه فين ما عطينا راسنا؟ راه عيب وعار. راه على هما صاحبي غير ملي كنجيو غيطلع علينا غير من داك الشر جمرة هو ديالهم. حتى واحد ما كيستقبلنا حتى واحد. يعني بحال اللي كيقولوا لنا حنا هضمناكم. انا الله اعلم كنقول انا كاينه واحد اليد غتكون لي هي خفيه اللي كتضغط على هذا الملف ديال العمال باش نتشردوا. اللهم لك الحمد حنا تشردنا كنصفقوا كان مجلس
كنصفقوا لك غير باش ما ينساش واحد النقطه. راه الدنيا دواره، راه شحال من واحد كان الفوق وبطل تحت. حنا مدمجين من 1997 ملي كنا في طنجيس مدمجين بالخطوط. حنا اللي يستغل خطنا يخدمنا، هذا هو المطلب ديالنا. كل الوعود 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 عينا، عام ونص عندنا عائلات مسرده. انتوما كمغاربه كمشاهدين انتوما كتعرفوا الخدام بالسميك بالحد الادنى الاجور، علما ان النص ديالنا ما كانش بالحد الادنى الاجور، هو بالحد الادنى الاجور وكيعاني. حسب لك تاخذ ليه تسلب ليه خدمته راه يموت. هذا عام ونص بزاف، يا اما تلقاو لنا حل اني اليوم ولا غدا يا اما قتلونا. وهاد القليط راه بغينا تكون بحال بحال كازا. كازا خلصتهم الداخل يا اولنا طوندو بدات الشركه، الرباط كذلك، وقليط راه كنظل 800 المغرب ماشي سليبه. احنا اليوم غنعرفوا شنو كاين، خدمونا ولا قتلونا. اول حاجه كنشكروا سعاده الباشا مدينه القنيطره اللي كاين ديما صباغنا التلبيه ديال الدعوه ديالنا. بعد ما درنا واحد وقفه نضاليه غير عاديه، حيت قمنا حبسنا هذا المينيبيس كما جاء على لسان رئيس نائب رئيس مجلس البلديه بالمعيسيه، ان هذا المينيبيس ما عندهم لا رخصه لا والو، وان مجلس البلديه لا علاقه له بهذا المينيبيس هذو. مشينا حبسناهم لانهم ما عندهم لا قانون ولا رخصه لا شي حاجه. صعبنا سعاده الباشا عطانا واحد الحل، هذاك الحل حنا راضيين عليه، نتمنوا ان هذا الحل هذا يطبق ان شاء الله الاسبوع المقبل. الشركه ما عطاوش شي، مازال ما كاين حتى شي موعد حاليا. تنتمناو ان الشركه من غدا، العمال تيطالبوا بان الشركه تبدا من غدا، ولكن دابا حاليا ما كاين والو. دابا حنا ما بغيناش نقولوا شي حوايج فهمتي باش ما ينوضوش شي ايات خافيه ويبعثروا لنا او ما يبغوش يطبقوا لنا هادشي هذا، لان هذا الحل هذا بغينا يكون في صالح العمال، خصوصا دابا العمال مقبلين على عيد كبير، مقبلين على بزاف ديال الحوايج. الاسم ديالي زين العابدين، الاب ديالي هذا عامل من عمال حافله لا كرامه الهاربه. بابا عام ونص هو ما خدامش بدون راتب، بدون راتب هذا هذا دخلت شركه حافلات الفوغال، ولان المجلس البلدي ما بغاش يدير معنا شي حل، وحنا راه متضررين بزاف بزاف ومتضررين بزاف. المجلس البلدي ما بغاش يشوف من حال 523 عامل يدير معاه شي حل. البراني خدام وطوابسيه جالسين، الاب ديالي انا يا جالس هدي عام ونص من الخدمه، ما عندناش باش نشريو الحولي. وانا كنطالب محمد السادس يشوف من حالنا ويشوف من حال 523 عام. كما يبكي ولادهم، يبكي ولادهم، الله يبكي لهم الاولاد ديالهم. وانا كنطالب محمد السادس يشوف من حالنا ويشوف من حال 523 عامل وعامله بالنقل الحضاري. الله يقبل، الله يقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.